معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن بيا، حياكم الله واهلا الله يحييكم ومرحبا الله بكم، يحييكم. وشكر الله سعيكم ومشاركتكم معنا. صحيح. اعزائي المشاهدين، عنوان حلقتنا اليوم من برنامج جسور: زواج المسلم في الغرب بين المقاصد والاحكام. ايجاز، اركان الزواج. اركان الزواج كما هو معروف ومختلف فيها أحيانا، نقول المتفق لكن عليه في الجملة نعم هي المحل والصيغة. المحل زوجاني، زوج طرف الزوج الزواج، نعم، زوج ليست لديه الموانع من قرابة ونحو ذلك، نعم، وليس لديه أكثر من أربعة، وزوجة أيضا خلون خالية من موانع النكاح، من زوج، محل وصيغة. وطبعا الصيغة بعضهم جعلها من الأركان وبعضهم جعلها خارج الأركان، كما قال صاحب القواعد: الركن عما الشرط عن ماهية خرج قد خرجها، والركن جزءها بها قد ولج، وصيغة دليلها فالعد لها من الأركان فيه بعد، إذ الدليل غير مدلول، وذال نجل عبد للسلام حبذا بن عبد السلام. لكن نحن نقول هي من الأركان لأنها إيجاب وقبول. إذن محل وصيغة، وبقية الأركان نأخذها بعد الفصل. وولي ونعم وشاهدين نأخذها بعد الفصل. حياكم الله أعزائي المشاهدين، ونعود إلى معالي الدكتور عبد الله مبيا، نواصل الحديث عن أركان النكاح كتوطئة، ونحن ندخل موضوع زواج المسلم في الغرب بين المقاصد والأحكام. كنا تكلمت قلت معاليكم المحل والصيغة الركن الثالث والولي والشهود. الولي من هو؟ وهل يشترط عند الكل؟ هذا سؤال في محله، وهو مفيد بالنسبة لإخواننا في الغرب. لأن الولاية لا نكاح إلا بولي، وإن كان الأحناف رحمهم الله تعالى أنكروا هذا الحديث، أنكروا ثلاثة أحاديث، وقالوا إن هذا الحديث لا يثبت، وذكروا عن يحيى بن معين أنه قال إن هذا الحديث لا نكاح إلا بالولي وكل مسكر حرام، فبعض الأحاديث قالوا إنها لا تثبت، لكن هذا الحديث ثبت وأخذ به الجمهور بطرق، نعم، وأفتى به الجمهور، وفي حديث الآخر لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، وفي الحديث الآخر أيها امرأة نكحت في رواية نكحت أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا الحديث رواه جمع من العلماء، والأحناف طعنوا فيه بأن الزهري الذي روي عنه لما كما يقول ابن علية لما سئل عنه قال إنه لم يعرفه، لم يعرف، فقالوا هذا نسيان، الراوي إذا نسي هذا لا يضر، ولأجل واستدلوا بجملة من الأدلة منها الأيم وأحق بنفسها بولي. إذن رأيان في اشتراط الولي كركن. تمام. من هو الولي عند من يقول به؟ الولي هو ولاية قرابة، ولاية قرابة، نعم، ولاية سلطان، ولاية سلطان. فولاية القرابة الأب أو الابن على اختلاف في أيهما يقدم، فمالك يقدم الابن ولا أحمد يقدم الأب، وهم الأقرب، الأقرب، الأخ، الشقيق، ثم والسلطان ولي من لا ولي له، فإن استشاروا فالسلطان ولي من لا ولي له كما جاء في الحديث. وولاية عامة مسلم أيضا، وصح بها في دنية مع خاص لم يشبر كما يقول خليل مالك رحمه الله تعالى، ولاية مسلم، ولاية عامة مسلم، ولأجلها المرأة تسلم على يد رجل مثلاً، وهذا الرجل يصبح يتولى الطرفين في مذهب مالك. ممكن أن يكون ولي، هو خاطب، خاطب وولي، الإيجاب والقبول، نعم، يقول زوجتك لنفسي، وبالتالي يتولى الطرفين. هناك إشكالات، نحن في المجلس الأوروبي يعني وافقنا وملنا على مذهب أبي حنيفة القائل بعدم اشتراط الولاية، وبالتالي حلت المشكلة لوجودي، يعني لم تحل تماما، قلنا إنه يستحب ويطلب ويرغب في إحضار الولي، لكن في الحقيقة في أوروبا وخوف من الفساد، والمرأة أيضا لها من الحرية ما أنت تعرف ما تعرفه، فقلنا لا بأس باتباع مذهب أبي حنيفة، لأنه لا توجد أدلة قاطعة حاسمة قطعية الدلالة، حتى قال ابن قدامة في المغني:
ومن فعل ذلك مستحلا له فإنه لا إثم عليه ولا أدب. تمام. وهذا قاله في هذه المسألة. في هذه المسألة. وهذا كثير من الإنصاف. نعم. مع أنه هو حنبلي. نعم. ويرى أن وجوب الولي كمذهب مالك و والشافعي. لنفرض أن مسلما، إذا سمحت لي، مسلم ذهب إلى الكنيسة وعقد الزواج. ليس أن لا أقصد المكان، أقصد إذا توفرت الأركان، هل عقد الزواج هذا في هذا المكان جائز؟ عقد الزواج في هذا المكان غير مطلوب وغير مرغوب، لكن المكان لا يسود السند. نعم. بمعنى أن المكان لا يحكم على العقد. نعم. إذا عقد الزواج في أي مكان، تذكر ما قلت لك وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. فالمسلم هو عالمي، هو عالمي، يمكن أن يعقد نكاحه في على سطح القمر ما دام توفرت الأركان، ما دامت الأركان متوفرة. نعم. ولك وأسأل الله أن يديم النفع بكم أينما كنتم. نعم، طرحنا موضوع هل الزوج يكون بمعنى الولي، قلت يعني في بعض المذاهب ممكن أن يكون زوجا في وولياً. مذهب مالك مسألة تولي الطرفين. نعم. إذا كان وليا ابن عم ولابن عم، يقول خليل ولابن عم ونحوه، تزويجها من نفسه. نعم. إن عين بتزوجتك بكذا وترضى وتولى الطرفين، مسائل معقدة شوية لأنها لا شروط. يقول أنا زوجتك بألف أو بألفين، وتقول أنا راضية، فيتولى الإجابة والقبول. ونحن نطبق، وذكر العلماء في ذلك تطبيق ذلك على من أسلمت وليس عندها ولي، فبالإمكان أن يتولى الطرفين أيضا، بمعنى يكون لها وليا لأنها تعين من شاءت. هي تختار الولي. نعم، تعين من شاءت وليا لها. نعم. فمسألة الولي اختلف العلماء فيها، ومالك خفف فيها، وبخاصة ما سماه بالدنية. نعم. والدنية قد تكون علية لكن مهملة. نعم. يعني النساء في هذا الزمان يعني. نعم. الأزمنة تتغير والفتوى تتغير بتغير. نعم. الأزمنة والثقافة تتغير. والثقافة تتغير، نحن ظروف الزمن كما كنا نتكلم في قضية. نعم. الدار. نعم. ظروف زمن ابن تيمية. نعم. تغيرت الظروف، لم تعد تلك الظروف التي كان فيها التتار من جهة. نعم. وكان فيها الممالك. نعم. من جهة. نعم. أخرى. نعم. فهذه الظروف لم تعد هذا صحيح، هناك قضايا الشر ما زالت. نعم. كثيرة. نعم. وهناك من يخرق القوانين الدولية، لكن بصفة عامة المطلوب هو أن نجعل العالم دار سلام، كما قلت، فضاء واحدا، فضاء. نعم. فضاء تسامح، إن استعملنا هذه الكلمة في البيان. نعم. فضاء تسامح. نعم. تتعايش فيه الديانات والثقافات بدون صدام ولا حرب ولا تفريط، وإن كان يعني هذا الذي تنص عليه القوانين الدولية. نعم. والشرع الإسلامي تقبل مثل. نعم. هذا. نعم. لكن مع الأسف هناك من يخل به. نعم. لكن هذا لا يضر بالمبدأ. نعم. دكتور عبد الله، هو تكلم الآن وأنا أريد هذه الأرضية أن نقف عندها، لأنها طرحت في السنوات الأخيرة بشكل قوي جدا، مرتبطة بالشهود. الشهود كم عددهم المطلوبين لعقد النكاح؟ لأنتقل من هذا السؤال إلى سؤال آخر، كم عدد الشهود المطلوبين في عقد النكاح؟ شاهدين؟ شاهدين ما يطلب. شاهدين عدين. شاهدان على يعني في حالة الزواج هو ولي، هو. نعم. زوج وولي. هذا مذهب جمهور العلماء. نعم. طبعا عند مالك يمكن أن تكون الشهادة واجبة عند الدخول. نعم. وليس عند العقد. بمعنى؟ عند العقد مستحبة. مستحبة. نعم. لا يشترط اثنان. تشترط. يشترط اثنان. تشترط الشهود. يشترط الشهود، لكنها ليست واجبة عند العقد. ليست عند العقد. ركنا من العقد. نعم. بل هي واجبة للدخول. للدخول. إذا أراد أن يدخل بها فحينئذ لابد أن يشهد اثنان أنه. نعم، يشهد اثنان وشهادة أبدان. نعم. عند مالك يجيز، وهي مبردات يجيز. نعم. شهادة الأبدان. نعم. بمعنى أن المرأة إذا خرجت تقول لشخصين تزوجت أني تزوجت، ويذهب الزوج ويقول تزوجت. وشهادة الأبدان لا بد فيها من أربعة. من أربعة. يعني لكل طرف اثنان. مسألة الشهادة. نعم. عنده هذه الفرادة. نعم. في مسألة الشهادة، لكن الجميع. نعم. يقولون بالشهود. بالشهود. وهناك بعض الأقوال الشاذة. هذا الأمر حياكم الله.